يشهد ملف تحلية مياه البحر اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية، خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد، حيث شدد على ضرورة الاستفادة القصوى من مياه البحار، وهو ما جعل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنظم أكثر من مؤتمر وورشة عمل تدعو فيها السعودية للاستفادة من تجربتها الرائدة في مجال تحلية مياه البحر، والتي تعد الدولة الأكبر في العالم في هذا المجال. ويصل حجم الاستثمارات في معالجة المياه حتى عام 2037 تريليون جنيه. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية. مساء الخير دكتور سيد، وبداية كيف ترى التحول في ملف تحلية المياه، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية به؟ مساء الخيرات أستاذة دينا، وفي البداية كل سنة وحضرتك أستاذة المشاهدين بخير. وحضرتك طيب. الملف اللي حضرتك تفضلت بيه ملف التحلية، وده بيجي من ضمن خطة فيها عدة محاور شغالة فيها وزارة الإسكان قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي. لو اتكلمنا على التحلية، هي بالنسبة لنا بقى بديل استراتيجي مهم جدا. احنا النهاردة عندنا عدد كبير جدا من المحطات اللي الحمد لله أنجزناها في فترة الست سنوات اللي فاتت، وعندنا عدد كبير من المحطات جاري تنفيذ. لو اتكلمنا يمكن على المحطات اللي النهارده موجوده وبتنتج، احنا عندنا عدد كبير من المحطات بنوصل حوالي 65 محطه تحليه موجوده. الطاقه بتاعت المحطات دي حوالي 750 الف متر مكعب يوم. ولو قلت لحضرتك الرقم ده عشان نشعر بيه، من ست سنين لما ابتدينا نفكر في الاجراءات الخاصه بترشيد الاستهلاك وان احنا نوجد موارد ونعظم الموارد المتاحه عندنا والسواحل الممتده على ساحل البحر الاحمر والمتوسط، كان اجمالي طاقات التحليه من ست سنين 80,000. النهارده انا بقول لحضرتك الرقم حوالي 750,000 طاقه انتاجيه، يعني تقريبا الرقم زاد 10 اضعاف. ده بس محطات اللي بتنتج وشغاله، غير المحطات اللي وانا بتكلم مع حضرتك النهارده جاري تنفيذها. انا عندي حوالي 19 محطه جاري تنفيذهم النهارده واحنا بنتكلم، الطاقه الاجماليه بتاعتهم 550 ألف متر مكعب يوم باستثمارات 11 مليار جنيه. عشان طيب يا فندم، الاستهلاك استهلاك مصر من المياه كم يبلغ، وبالتالي ما النسبة التي ستغطيها المياه المنتجة من هذه المحطات؟ عندنا طبعا يعني دولة كبيرة في حجم مصر، بنتكلم على 100 مليون نسمة. احنا عندنا استهلاكات مياه الشرب اليومية 33 مليون متر مكعب، رقم ضخم جدا. لكن المياه الشرب اللي بنتكلم عليها بنجيبها من عده موارد. المورد الاولاني المياه السطحيه اللي بتجي لنا من نهر النيل، ودي يمكن الغالب الاعم اللي موجود عندنا في استهلاكاتنا. الجزء الثاني ميه التحليه زي ما حضرتك تفضلت في السؤال، والجزء الثالث المياه الجوفيه. عشان كده احنا بنتكلم على عده محاور. النهارده يمكن اجمالي 33 مليون متر مكعب يوميا يوازي سنويا تقريبا حوالي 12.2 مليار متر مكعب في السنة. ممتاز. طيب خليني أعرف من حضرتك، إذا أردنا أن نعقد مقارنة بين شكل محطات المياه قبل 2014 والشكل الذي ظهرت عليه بعد هذا التاريخ، ما نوع التطور الذي حصل؟ التطور في ملف الميه، يمكن مش عايز بس اقول ان التطور بس كان في ميه الشرب، احنا كنا بنتكلم في عده محاور، بتكلم في ميه الشرب. يمكن خلال الست سنوات دول من بعد 2014 يمكن نفذنا حوالي 237 مشروع ميه شرب، بنتكلم على صرف صحي في المدن حوالي 240 مشروع كمان، بتكلم في صرف صحي القرى اللي كان قبل 2014 كنا بنتكلم على نسبة تغطية تقريبا حوالي 11 أو 12%، النهارده بنتكلم على حوالي 37.5 أو 38%، وده كان التحدي الكبير اللي بيواجهنا. مش كده وبس، ده احنا عشان نحافظ على كل متر مكعب من الميه موجودة عندنا كنا بنتكلم كمان على محطات المعالجة. يعني النهارده بقول لحضرتك أنا عندي بالأرقام 205 محطة معالجة صرف صحي متقدم ما بين معالجة ثنائية ومعالجة ثلاثية. نعم. منهم في صعيد مصر بس بنتكلم في 62 محطة. وليه احنا كنا حاطين
تنظيم برنامج مخصص لصعيد مصر، لان احنا كان لازم نحافظ على كل متر مكعب من ميه النيل بدءا من جنوب مصر مرورا حتى شمال جمهوريه مصر العربيه. نعم. ابتدينا السنه اللي فاتت بمشروع كان الاول من نوعه، احنا هو برنامج مش مشروع، لان كان يشمل 62 مشروع محطه معالجه، كنا بنطور محطات موجوده، كنا بنعمل محطات جديده عشان تبقى معالجه ثلاثيه، عشان نقدر في الاخر نستفيد من اعاده استخدام هذه المياه في الاغراض المختلفه. وعلى التوازي في الدلتا برضه عملنا حوالي ابتدينا شغل في 143 محطه برضه بالتنسيق مع الزملاء في وزاره الري. نعم. عشان كل المياه المعالجه دي يا فندم يعاد استخدامها مره ثاني، وعشان كده السنه دي يمكن معظم التقارير اللي طلعت من المؤسسات الدوليه بتقول ان مصر السنه دي نعم. من نعم. اكبر الدول في العالم اللي بتعيد استخدام المياه مره اخرى. شكرا. عايز اقول لحضرتك سريعا قبل ما نختم في نص دقيقه، اتفضلي. فانا اكبر محطتين بيتعملوا في العالم في هذا المجال محطه المحكمه وبحر البقر، المحطتين دول فقط الطاقه الاجماليه بتاعتهم 6.6 مليون متر مكعب يوميا. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات المهمة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية.